ماما ليش خايفة؟ تعي خليني عانقك مشان كل خوفك يروح. هاي كل هاي الضمة لماما؟ أنا كنت خايف كمان. مرحبا بابي. ها الضمة والبوسة بس لمامي؟ طيب شو مشان بابي؟ بابي كتير زعلان، رح يبكي كمان. وعلى هالخد هي. ميسي. مرحبا. مرحبا. هذا هو بابي وهدول هن رفقاتي تينا، غوري، فيبا، ميتاب. أهلين، كيفكن يا حلوين؟ وأنت يا شب غيران منك ها؟ دقيقة واحدة، غوري، تينا. أنا بعتذر منكن، بس بابي عطول بينسى. أحياناً ما بيقول لمامي مولي، بيقول ميستي بدال اسمها. لك رح أشرح لكم، شبك ميستي أنا ما بنسى، بس وقت يلي حملتك ودرت فيكي دخت شوي وكنت رح بوقع كمان. أنا رح سامحك هالمرة، لأنه أحياناً بيجيب لي هدايا كتير، حتى لو عيطت على بابي هو ما بيزعل مني، هو أحلى أب بالدنيا كلياتا، هو أب مهضوم كتير. لا أنت البنت المهضومة أو من نفس البرج، مزبوط هالحكي؟ أهلين مدام. مرحبا. جينا لناخد ميستي لأن الجو صار سيء، فينا ناخدها؟ لهيك اتصلنا فيكن أكيد. أوكي شكراً. باي ميستي. باي باي. باي. يلا يا أولاد. باي. بس ماما نحنا ما فينا نروح. شو السبب؟ نحنا ما فينا نتركها لحالة. مين هي ميستي؟ مامي رفيقتي الجديدة. ميستي أكيد رح يجوا أهلها لرفيقتك، رح يجوا لأنه مشتاقين لها. يلا بنتي بيكونوا على الطريق. بابي ما رح نروح هالبيت لحتى يجوا أهلها، حرام، كيف بدي أتركها لحالها؟ معك حق، على فكرة أنت وبنتك كتير بتشبهوا بعض، واعية وبتحب تهتم بالكل. طيب وين رفيقتك هلأ؟ ليش ما أجيت وأخذتني؟ أنا زعلانة منك وما عاد بدي أحكي معك. باري. يه ديري بالك، صار لك شي؟ آسفة خالتي. لك ليش عم تتأسفي؟ أكيد أنت منيحة؟ باري هي هي ماما وهاد هو بابي. مرحبا باري. مرحبا باري. بابا وماما لسه ما أجوا؟ أوكي أوكي لا تزعلي، رح نستناهم لحتى يجوا. أوكي؟ لعبي مع ميستي لبين ما يجوا. ما عم أقدر أتصل بإيشان، يمكن في مشكلة بالشبكة. إيه إيشان اللي ابني كل شي منيح بالمدرسة؟ ارتفع ضغطك وقلقانة كتير والعرق عم بيزخ منك زخ، بس لا تشغلي بالك كل شي هون منيح.
هلا بالحقيقة رفيقتها لميستي ضلت لحالة بالمخيم، ونحن لهلا ناطرين أهلها، بس يوصلوا رح نرجع. طيب الآن تدير بال عليها، وأنتوا يلا تعالوا بسرعة. مفكرة بسهولة حفيدتك ميستي رح توافق وتتركها؟ هاي البنت نسخة عن أمها، بتحب تدير بال على كل يلي بتحبهم وبتاكل هم الناس أكتر من حالها. خالتي شو بدي أقول؟ شو أخباره المايسترو؟ قصدي المعلمة الكبيرة. قطعي لفواكي وطعمية ياهن، المسكينة أكيد قلقانة. ماشي أنا هلأ رح جهز كل شي. أه؟ في عنا شغل للديوالي كمان، فهمت علي؟ عيد الديوالي بيكون مع العيلة مو بالزينة. أنت لا تخافي رح زبط كل شي، واتركيني للمهمات الصعبة، ما رح نتأخر. طيب مدام رجعي اتصلي بأبوها بركي برد عليكي هالمرة. صار لي ساعة عم حاول اتصل فيه بس موبايله مسكر، حتى المدير اتصل فيه. معقول يعمل هيك؟ تارك بنته بالمخيم؟ شكله ماله مسؤول أبداً. على الأغلب موبايله مقفول لهيك ما فينا نتصل فيه. لا موبايله مو مقفول بس ما في شبكة عنده بتليفونه، ولا هو ما بيعمل هالشي أصلاً، هو كتير بيحبني. مرة وجعتني إصبعتي فاضطر بابا ياخد إجازة من شغله يومين مشان يدير باله علي. بابي كتير بيحبني. أنا آسفة باري، متأكدة إنه أبوكي بيحبك كتير لأنك حلوة كتير. وهو حلو مثلي. أبوكي أحسن أب بالدنيا كلها، ما هيك؟ إيه. إيه وشو المشكلة يعني؟ رح ناخد عبيتنا أحسن بنوتة بنت أحسن أب، ورح نقعد كلنا سوا ونلعب كلياتنا معك. بس إيشان كيف فينا ناخدها هيك؟ بركي أهلها ما بيرضوا بهالشي، يعني كيف بدنا ناخدها بدون ما ناخد إذن من أبوها؟ أنتي معك حق خالتي، بابا رح يقلق كتير علي، ويمكن يصير معه شي، ويمكن يعصب عليكم كتير كمان. لا باري ما رح يصير أي شي لأبوكي، هالشي على مسؤوليتي. أوكي؟ الجو كتير صار سيء، ما فينا نتركك هون ونروح على البيت، لهيك امشي مع ميستي على بيتنا، ولما يجي أبوكي رح يتصل ويجي ياخدك من عنا. أنا رح كون مثل أمك كمان. أنت بتسمعي كلمة ماميتك، لهيك لازم تسمعي كلمتي. يلا برافو عليكي، تعي. ياي. مدام يا ريت تخبري أبوها، وإذا ما رد على تليفونه فيكي تبعتي له رسالة عادية. ما تشغل بالك أستاذ، أرقامكم كلها عند الإدارة وأكيد رح يتصلوا فيكم، أنا كمان رايحة، لهيك لا تشغل بالك. لو سمحت سجل رقمي عندك، أعطيني لأكتب لك إياه. إذا بتريد خبر أبوها وقال له رح ينشغل باله، هاي بنت صغيرة إذا ما شافها عندكم أكيد رح يجن. أكيد أستاذ نحن منخبره، لا تاكل هم. نمشي؟ لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.